نروح بقى معاكم للصحافة الرياضية. تعالى بقى نروح للصحافة الرياضية والبوابة نيوز تحديدا مع مراسلتنا روزان نصر هناك عشان نقرا اهم الاخبار في المواقع والصحف. صباح الخير يا روزان، وحشتينا ومعاكي اخبار مهمة جدا. وخليني ابدا معاكي بالبوابة نيوز وبالصور كده، محطوط الماتشات مع صورة بالصور. فيتوريا يتفقد ملعب برج العرب استعدادا لمعسكر المنتخب، زي ما حضراتكم عارفين هو وصل يوم 2/8 تحديدا، كان يوم الثلاث اللي فات. فخلينا نعرف منك تفاصيل اكتر، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. وحشتوني أكتر الحقيقة، يعني يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من البوابة نيوز. ولكن خليني قبل ما أبدأ الأخبار اللي معايا النهاردة أقول لك يا نهاوند كل سنة وأنتي طيبة. يعني أنا عارفة أن عيد ميلادك كان يوم الجمعة اللي فاتت، ولكن خليني أقولها لك يعني على الهواء، كل سنة وأنتي طيبة ومزيد من التألق والنجاح يا رب. خلينا بقى نروح على طول لأخبارنا لآخر الشهر محتفلين. خلينا نروح لأخبارنا من موقع البوابة نيوز. فيتوريا يتفقد ملعب برج العرب استعدادا لمعسكر المنتخب. حرص طبعا المدير الفني منتخب مصر الأول لكرة القدم على تفقد عدد من الاستادات خلال الساعات الماضية، يعني على رأسها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالإضافة لاستاد إسكندرية. وأثنى فيتوريا على إمكانيات استاد برج العرب في إطار سلسلة زياراته للملاعب للتجهيز طبعا لمعسكر المنتخب المقبل. من جريدة الشروق، الاتحاد المصري لرفع الأثقال يطالب بتغيير موعد البطولة الإفريقية. أعلن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي للعبة للمطالبة بتعديل موعد إقامة بطولة إفريقيا للكبار التي ستقام في مصر. وطالب الاتحاد المصري لرفع الأثقال الاتحاد الإفريقي بإقامة البطولة خلال الفترة من 5 أكتوبر المقبل حتى 15 من نفس الشهر، بدلا من إقامتها في شهر ديسمبر نظرا تعارضها مع بطولة العالم في كولومبيا. في سياق متصل، طالب كمان الاتحاد المصري لرفع الأثقال الاتحاد الإفريقي إقامة البطولة في القاهرة بدلا من الأقصر التي سيشارك بها عدد كبير من الدول، بالإضافة إلى استضافة مصر لبطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأندية. من موقع اليوم السابع، ميسي يتجاوز الألف مساهمة تهديفية مع الأندية في مسيرته الكروية. حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازا جديدا في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات الفريدة. وساهم ميسي بثلاثة أهداف في فوز باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الفرنسي، حيث سجل النجم الأرجنتيني هدفين وصنع هدف آخر. وساهم ميسي ب1002 هدف في مسيرته الاستثنائية بعالم كرة القدم، سواء طبعا مع فريقه السابق برشلونة أو الحالي باريس سان جيرمان. وأخيرا من الشرق الأوسط، توخيل، تشيلسي بحاجة إلى جيل جديد من المدافعين. قال المدرب الألماني توماس توخيل لموقع نادي على الإنترنت: نحن سعداء جدا بوجود لاعبين الخط الخلفي لدينا، ولكن من المهم أيضا أن يكون لدينا الجيل القادم لتسلم المسؤولية منهم في نهاية المطاف في السنوات المقبلة. وأضاف كمان: تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني، هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من البوابة نيوز، بشكركم طبعا وعودة لكم مرة ثانية. واحنا بنشكرك على التغطية دي روزان، شكرا ليكي جدا.